طبعا برحب بجميع الموجودين الاعلام واعضاء الجمعيه العموميه جماهير نادي الزمالك. طبعا بشكر سياده المستشار مرتضى منصور على الكلام اللي قاله واعضاء مجلس الاداره. في نفس الوقت طبعا بشكر الشركه الاداريه على المقدمه الجميله اللي فكرتنا بالايام اللي طموحاتك مع نادي الزمالك سواء كلاعب او طموحاتك في التدريب مع الجهاز الفني في الفتره اللي اشتغلت فيها في نادي الزمالك. وفي نفس الوقت انا سعيد جدا برجوع الى الزمالك تاني حاليا بعد سياده المستشار ما كلمني. اعتقد ان في حاجات كتير اتغيرت، في مقومات، في مقدمات خلتني فعلا يمكن ان اضحي بوجودي مع منتخب الاردن بعد تعب كبير في الموسم اللي فات مع المنتخب الاردني ووصلنا لنهائيات اسيا في استراليا في شهر يناير اللي جاي. كل الكلام ده مقابل مع نادي الزمالك ان يكون محتاجني في وقت من الاوقات مع وجود مجلس اداره قوي وبيسعى لنجاح نادي الزمالك ولسعاده جميع نادي الزمالك. كل المقدمات دي خلتني ان انا مفيش تردد ان انا اكون متواجد مع جماهير نادي الزمالك. اعتقد سياده المستشار ومجلس الاداره وفروا من الامكانيات اللي يتمناها اي مدرب ان يكون في عناصر جديده من اللاعبين من احسن اللاعبين اللي موجودين في مصر. دي خلتني انها تكون ان شاء الله تكون في طموحات كبيره انا والجهاز الفني اللي موجود والجهاز الاداري والطبي اللي معايا. في الحقيقه يمكن قدامنا مشوار طموحات كبيره لنادي الزمالك كجماهير ومجلس اداره ان احنا نحقق لهم ما يتمنوه في فترات بعد فترات طويله ان احنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنهم في الفتره اللي جايه. في البدايه طبعا بشكر الجهاز الفني بقياده احمد حسام في الفتره اللي فاتت ان هو ادى، كانت تجربه بالنسبه له، كانت بدايه في التدريب. اتمنى ان شاء الله ان هو يوفق في المرحله اللي جايه، وهي دي كره القدم وسنه الحياه والوظيفه والمهنه اللي احنا بنشتغلها من اصعب المهن كمدربين. النهارده موجود في مكان، بكره هتلاقي نفسك في حته تانيه، في توفيق وعدم توفيق، فدي سنه الحياه في كره القدم وفي التدريب بالتحديد. انا مش عايز اطول، يمكن انا قدامنا مهمه كبيره وشاقه، ولكن الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها في نادي الزمالك في المرحله اللي فاتت كان ناقصنا حاجات كتير جدا واقل الامكانيات. نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك رجعت تاني حوالين الفريق وحققنا الندية رجعت تاني في كقوة كبيرة لكرة القدم في مصر، منافسة مع الزمالك والأهلي، فريق رجع تاني، ولكن كان ناقصنا حاجات كتير جدا، إمكانيات، خامات بشرية من اللاعبين أو مساندة من مجلس الإدارة. النهاردة الكلام ده موجود، لاعبين ومجلس إدارة قوي ورئيس نادي قوي يقدر إن إحنا فعلا نركز في شغلنا، بس نقدر إن يكون في يلبي احتياجات الفريق سواء جهاز فني او لاعبين، المسانده المعنويه وكل الحاجات المتاحه اللي هي تنجح اي فريق واي جهاز. اعتقد يمكن الحاجه المهمه اللي لازم طبعا اشكر سمو الامير علي بن حسين، اعتقد ان هو كان في مسانده قويه لينا ان احنا فاجئناه ان احنا مش موجودين، لكن لما يكون في نادي الزمالك محتاجنا اعتقد كانت الاختيار بالنسبه لنا. ما اقدرش ان انا اوقف نادي الزمالك، ولكن انا بشكره جدا على الفتره اللي احنا اشتغلنا فيها، اشكر جماهير المنتخب الاردني، اشكر الاعلام في الاردن.